السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. بدأنا الشتاء رسميا من كام يوم. بيقولوا على الشتاء إيه؟ الشتاء تفكير وهم، والربيع اشكر ولا تزم، والخريف اجري ولم، والصيف محلى الصيف لو كان يتم. الشتاء قال أنا بكانوني وبخوري، والخريف قال أنا بتموري، والربيع قال أنا بوردي وزهوري، والصيف قال أنا ببحوري. كلنا عارفين طبعا الأشهر القبطية بتاعتنا اللي هي هاتور وكهاك وطوبة وبرمهات وأمشير وكل الشهور القبطية دي اللي موجودة وبنستخدمها أحيانا في مصر. بيقولوا على الشهور القبطية إيه؟ كياك اللي بيجي دايما في ديسمبر، كياك صبحك مساك، تقوم من نومك تحضر عشاك، لأن كياك النهار بيبقى فيه قصير جدا جدا. بيقولوا برمهات روح الغيط وهات، على اعتبار برمهات ده بيبقى موسم الحصاد. بيقولوا زعابيب أمشير، عشان أمشير ده بيبقى في الربيع وبيبقى زعابيب كتير وبيبقى يعني عفار كتير. بيقولوا على طوبة تخلي الصبية كركوبة، لأن الطوبة دي بتبقى تلج جدا وبرد جدا، فمن كتر بردها بتخلي الصبية كركوبة. بيقولوا على الشتاء شدة، والربيع منام، والصيف ضيف، والخريف بركة العام. سعيدة جدا بالفيديو القصير ده عن الشهور القبطية وعن فصول السنة. يا رب كل أيامكم تبقى سعيدة. أقابلكم إن شاء الله في فيديو قادم. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وأمنه.